اوكي السلام عليكم، انا سعدون. اليوم عندنا فورتنايت. فكرت بيني وبين نفسي، قلت ليش كل مرة اجيب لكم سولو او اني اصير سكواد مع اخوياي؟ ليش ما العب انا السكواد لحالي؟ لعبت كم جيم وبترككم مع المقطع. لعبت كم جيم، كانت جيم كويسة نوعا ما، بيحرق عليكم الزبدة. ان السكواد ضد سولو صعب، صعب جدا جدا جدا. ما ادري يعني، افرض ان جاك اربعة اشخاص نفس مستواك او قريبين من مستواك او اضعف منك بشوي، انت مجرود مجرود، الا لو بتسم لك الحظ او شيء زي كذا، لان انت بتركز على اربعة. كيف كذا صعبة مرة مرة، انت لحالك تركز على اربعة والاربعة كلهم عليك، شيء صعب مرة مرة. فما يتقنهم المحترفين، اللي يقول له ما ادري وش انا اقدر، انت قوي خلاص. حاول وبس. اذا عجبكم المقطع لا تنسون اللايك، ما ابي اشحتكم لايكات، بس اني كل ما ذكرتكم تزيد اللايكات. ف اذا تبي تحط لايك، اذا ما تبي تحط لايك تحط، اذا ما تبي بكيفك. ولا تنسوا تشتركون في القناه، نبي نوصل 50,000 في اقرب وقت يا جماعه. الله يعطيكم الف الف عافيه على الدعم، مشكورين. اترككم مع المشاهده، مشاهده ممتعه. السلام عليكم.